wanna give it to you. I give it to you. 안녕 친구. 안녕 친구. Welcome to another video in my channel. مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو اليوم غادي يكون مختلف مع فلوغ ما تحدي ماشي حاجه. اليوم غادي يكون عباره عن طبخ. كما كتشوفوا انا قناتي متنوعه, كندير فيها اي حاجه كتعجبني واي حاجه كنعرف اي حاجه كنعرفها بغيت نشاركها معكم. واليوم بغيت بما انه بزاف البنات شافوا الطريقه اللي كنصايب بها الكافي اللي كنديرها في الانستغرام في ستوري, هيا تبان لكم هنا الكافي والبانكيك. كنت جربت واحد الاله شاسمه جديده وبغيت نجربوها على الجميع مع بعضياتنا وشوفوا كيفاش غادي تطلع البانكيك. ولكن البانكيك اليوم غادي يدور مختلف, ما غاديش نديرو سامبل, ندردرو في الشوكولاته ونغطيه عاوتاني باش يجي لداخل في الشوكولاته. نتمنى يجي يصدق ليا ونشوفوا التجربه مع بعضياتنا ونشوفوا واش غادي يصدق ولا لا. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش تخلي واحد لايك وواحد اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وديروا واحد الكومنت زوين بحالكم. يلا نبداو باول حاجه اللي هي البانكيك ومن بعدها غادي ندوزو للكافي. يلا يلا نمشي نشوفوا جميع المقادير. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه كنحتاجو 3 المعالق ديال السنيده, جوج بيضات, معلقه كبيره ديال بيكن باودر وسكر بنكهه الفانيلا و3 المعالق ديال الزيت المائده وكاس ديال الحليب والشوكولا على حسب الرغبه. كناخذوا اول حاجه كنديروا جوج بيضات كنفقصوهم, بعد كنزيدوا عليهم 3 المعالق ديال السنيده وكنبداو نحركو حتى كينسجمو مع بعضياتهم. من بعد ما خلطناهم زدنا كاس ديال الحليب, انا زدت مازال 4 كاس حيت بجيني القوام شويه كثير. ومن بعد من حركتهم زدت 3 المعالق ديال الزيت المائده, 3 معلقات. انا في خباركم كنهضر معاكم وكنمسح كل شويه, كنمسح الفوكال حيت مملفاش نهضر بحال هكا مملفه, كان كلشي كنديرو لايف. اما دابا كندي من بعد كتجيني بشكل مهم. كناخذو الدقيق اللي هو الطحين كنديرو 4 المعالقات ونحركو حتى كيتجمع, وعاد كنزيدو 4 وحده اخرين. انا هنا زدت اكثر من 8 المعالق. علاش؟ حيت زدت مازال نص كاس ديال الحليب, داكشي علاش كان خاصني نزيد شويه الطحين. وانتما وميزانكم, يعني خاصكم تخليو الخليط حتى ينسجم. وانا راه نسيت خاصني نحط الدقيق معاه النكهه ديال الفانيلا, السكر بنكهه ديال الفانيلا وزائد بيكن باودر. عاد حطيتهم اللي حركت تفكرت وعاد زدت حركت. خاصك تحركوه مزيان باش ما يبقاوش داك الكويرات ديال الطحين. ومن بعد عاوتاني كما قلت لكم ملي كتحركوا الخليط الاولاني مزيان كتزيدوا 4 المعالق ديال الطحين وكتعاودوا تخلطوا حتى كيولي عندكم ثقيل, حيت هذا ما كيجيش بحال الكريب. الكريب كيجي شويه جاري على هذا, داك كيجي ثقيل باش ملي تكبوه ما كيسيحش لكم بزاف. كما كتشوفوا بديت كنحرك وخليت لكم الصوت باش تسمعوا كيفاش كيتحرك كيفاش كنحط الكاس. كيعجبني انا فيديوهات بحال هكا. وصافي من بعد كنخليه لمده 15 دقيقه وكنغلفوه بالسلوفان. وصافي دابا هي لقيتوني دازت 15 دقيقه حيت لي الميكا اللي كديرها لي من الفوق حيت ما لقيتش السلوفان, ما عرفتش فين حاطه ماما. وكنت باغي نقول لكم ما تديوش على البانكيك اللي بان لكم حمر بزاف محمر, حيت هاد الاله اللي شاتها ماما كدير هكا واخا تعياي ما تحضي معاها ما كطيبش من الفوق مزيان, ومن التحت كتبقى تحرقو قبل الوقت. وصافي كما كتشوفوا درت المكونات ديال البانكيك, زدت من فوق الشوكولا ومن بعد زدتو عاوتاني غطيتو واحد الطبقه وحده اخرى, وملي طاب قلبتو وجا على الطريقه هذه اللي كتشوفوا دابايا. حسيت راسي شي اعلامي ولا لاحظتوا راه هو بدا كيتنفخ, يعني كيجي هو لذيذ كيجي فيه البنه وحتى كيدوب في الفم دغيا. انا متاكده ماما وامي ملي يتفرجوا هذا الفيديو بقى يموتوا عليا بالضحك وغادي يقول لي عندك بزاف الاغلاط وكذا. انا عارفه غادي يكون عندي بعض الاغلاط كنقولهم, علاش؟ حيت انا ماما فاش نصور فيديو ومن بعد نديو في الفوكال بوحدو
وداكشي علاش كنحشم وما عارفاش كيفاش نهضر وما عارفاش كنهضر على هادشي ديال المطبخ وداكشي داكشي يا اختي. ونتمنى تكونوا استفدتوا. كما كتشوفوا دابا يا كنصايب البانكيك ديالي راه منفوخين الى بانوا لكم لذاذين. نتمنى الى عجبوكم وجربتوهم شاركوني في الانستغرام وتعملوا لي تاغ ونشوف كيفاش جاكم، واش جاكم المقادير هما ولا ماشي هما. الى لاحظتوا هيا هذه من قلبتها بدات كتنفخ وصافي. ودابا غادي ندوزوا للكافي ديالنا نصايبوها ايس كوفي. اول حاجه غادي نديرو نسخنو الماء، ماشي بزاف، غير يكون الماء غير قليل. وندوزو المقادير ديال القهوه. هنا ما تحتاجوش شي حاجه اللي واو، غادي تحتاجو غير الايس الثلج والقهوه اللي بغيتو اي نوع بغيتو. غتحتاجو الكراميل والحليب وكاس كما بغيتو، انا عندي هذا. وباش ديروا الرغوه خاصة تكون عندكم شي، انا عندي هذا، واخا ما ديوش على دايره بحال هكا، هذه مديال اللي كتحطوا فيه حاجه سخونه كتبقاها في هذه اللعيبه سخونه، ولا في قرعه، ولا في قرعه من ديال الماء ولا هذه تبقى تحركوا فيها، حيت خاصها تكون القهوه ما كتخرجش من 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 القرعه. وصافي هادو هما المكونات من ديال ستاربكس ديالنا. كما كتشوفوا خديت القنينه ودرت فيها القهوه، بغينا ندير داكشي زعما ايتيكيت وداكشي كيطيح ليا في الارض، ولكن ما كاينش مشكل. اول حاجه درنا القهوه، درت جوج معالق ديال السنيده، ما تحتاجوش عاوتاني ديروا السكر ملي تساليو، ملي كديروه في القهوه بركه، ولا بغيتي تزيدوا كثر زيدوا حتى 3 المعالق بركه عليكم. ونزيدوا فيها شويه ديال الماء سخون شويه باش نحركوا، ولكن هنا طرا لي مشكل انه القهوه كانت كتخرج ليا من القرعه، سو قررت نبدلها. مهم كما كتشوفوا سالينا البانكيك ديالنا وبغيت نصايب الكافي، ومال فانا كنصايبها ما فهمتش علاش خرج لي القهوه من هنا، واش الجلده ديال شي واحد حيده ولا ما نعرف. دابا قلت نجربها في هاد الزجاجه، هادي ترغوات شويه ولكن ما يبانش لكم، ولكن ما عرفت علاش. سو غادي نكب هنا هاي الرغوه ديالي، دابا هاي لداخل ما عرفتش كيفاش نخرجها، خرجها بحالك شاي الرغوه شو. سو غادي نجبد دابا المعلقه، هو ترغوات غير شويه، نحاول دابا نسدها مزيان وعلى الله ما تحلش. لا ما خرجاتش، ايه يلا بسم الله، ضروري بسم الله في اي حاجه. دابا مكات شوفوا غادي تبان لكم الرغوه، نتوما تبقى ترغوي 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 حتى هذا الكحل ما كيبقاش يبان لكم كحل، كيبقى يبان لكم غير اللون بيض. بلاتي دابا ملي كتحركوا كيبان لكم هنا كامل كحل، تبقى تحركوا 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 حتى يولي بيض. طبعا هذا كياخذ شي دقائق يعني من وقتك، ولكن باش بلاصه ما لي بحالي انايا ما عندناش ستاربكس في مرتيل، ماشي حتى في مرتيل، في تطوان ما عندناش ستاربكس، خاصني طلع حتى لطنجه الا بغيت ناخذو، خاصني ناخذو في المول ولا ما عرفت فين كاينه، كنعرف كاينه في المول. سو نقول لكم هذه الطريقه السهله اللي كنستعملها انايا، بيض ماشي بيض زعما قهوي، مابقاش كيبان داك القهوي ناصح 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 الغالق يعني، مابقاش كيبان. Whoever had a dream that you had you want him to do. We'll be right back.
مانغو وصلنا اخر فيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم واستفدتوا شي حاجه. حس بزاف الناس كيقول لك ما كتصدقوش لي من البانكيك، انا قد ندير مازال كبر كبر، غير هو خاصني واحد الماكينه باش كنديرها بحال الطريقه ديال اليابانيين اللي كتجي هكا كبيره هكا. داكشي علاش ما عنديش داك الماكينه، عندنا غير ماكينه عاديه. ودرت لكم هادي، نتمنى تكون عجباتكم اليوم. وصراحه بنينه، صيبت انا داك النهار ولكن هادي بنينه بزاف. علاش يمكن حزيت زيت الطحين يعني، مهم صحنا صحتنا. وهذا نتمنى يعجبكم. سبان نقول لكم بلا ما تزيدوا فيه السكر، علاش؟ حيت نتوما اصلا دايرين فيه كراميل وزايدين القهوه، دايره فيها جوج معلقات صغار ديال السنيده. المهم ما نطولش عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش حمله سوسيال دريم ساره لي عشاكه، التفاعل يكبر ونزيدو نكبروا مع بعضياتنا. نتلاقاو في فيديو جديد، ما نغبرش عليكم ان شاء الله. دائما كنبقى نحاول نحط لكم فيديو نهار نهار لا نهار نهار لا نهار نهار لا بحال هكا باش ما نغيبش عليكم بزاف. ونتمنى تكونوا استفدتوا. ما نطولش عليكم، ساراني انيا.